عندما انهار الاتحاد السوفيتي أظهر الغرب ما كان يخفيه من عداوته للإسلام والمسلمين. وقتها كانت رئيسة بريطانيا مين؟ تاتشر. قالت كلمتها بلسان الغرب أجمع. نعم، قالت الآن نعم هذا العدو كان هنالك أمامنا عدوان اثنان، أما أحدهما هو الاتحاد السوفيتي فقد انهار، بقي الآن العدو الثاني الأوحد وهو الإسلام. نجحنا في انهيار الاتحاد السوفيتي. هلا هذا ومنذ ذلك الوقت وهذا ما يتم. لا يخدعنكم يعني الأسباب الأخرى. نعم، ربما مثلا موضوع العراق، والله ما كان من سبب الإسلام، ولا جابوا سيرة الإسلام مرة يا أخي، حكوا إنه العراق عم يصنع الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل وما بعرف شو ساووا. لا، المسألة مسألة إسلام، والقضاء على وجود العراق مرحلة من المراحل، مرحلة من المراحل، في المرحلة الثانية وفي الثالثة والرابعة، والغرب يخطط يا عمي. وهذه والله هذا أنا ثناء، هاي مزية. نحن بنهوبر وبنعيط وبنعيط، يعني الواحد من ابن وقته، ابن وقته هنا بيتحمس بيتحمس بيقوم بيزبد وبرغي، وبعدين ما بتلاقي غير همد. خطة ما في، الغرب مخطط بخطط هادئ، لكن كل هذه الخطط تنفذ. فما تم بالنسبة للعراق كان مخططا له منذ أن أوجد العراق المفاعل النووي زمان، وجاءت طيارات من إسرائيل فقصفت المفاعل النووي. الخطة كانت ترمي أنه المسلمين عم يتقووا يا جماعة، والعراق جناح من أجنحة المسلمين. وضعت خطة لأسباب أخرى من أول الدين، وانتهى العراق وتحول إلى ما تعلمون، والآن إسرائيل ترقص على أطلال بقايا العراق. نعم، والله لا لشيء إلا لأن الإسلام قد نعم خمدت جذوته بهذا الأمر. نعم، واحد بيقول إيه صدام وين كان وين الإسلام؟ إن ما بنظروا هالنظرة. الشعب العراقي مسلم ولا لا؟ مسلم، إذا لازم يتفكفك، إذا لازم قوته تضمحل، إذا وحدته لازم تروح. صدام موجود بيروح بيجي غيره كذا إلى آخره، وصدام اليوم عنده عقيدة بكرة بصير عنده عقيدة تانية، اليوم كذا بكرة بيتوب، هكذا ينظرون. طيب، من جاء بعد العراق بليبيا غير ليبيا يعني شمال أفريقيا، كل ذلك الآن خطط مرسومة. نعم، وكل ذلك مصداق قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم.